صحيح، نروح بقى طبعا للجزء الآخر من سؤال حلقتنا النهاردة. احنا بنتكلم عن الأكل، لو الأكل فترة صلاحيته أو الحاجة اللي أنا اشتريتها من السوبر ماركت مدة صلاحيتها انتهت، أعمل إيه؟ هل ناكلها ولا نرميها؟ معانا دكتورة منال عز الدين، الباحث في معهد تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك والأستاذة هدير وعلى كل مشاهدي القناة الأولى. صباح الورد والياسمين. أهلا بيك يا فندم. في بعض الأدوية زي ما كنا بنتكلم دلوقتي بتبقى آمنة، بعض الأدوية مش كلها لكنها غير فعالة، هل نفس الأمر بالنسبة للأكل؟ بيكون مثلا آمن لكنه ما فيهوش مثلا عناصر غذائية؟ ده حقيقي يا فندم. في البداية حابة أوجه انتباه السادة المشاهدين، وإحنا بنشتري الأغذية لازم نبص على الملصق الغذائي ونتأكد من مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج، لأن ده هيأثر عندي في البيت على كمية المخزون عندي من هذه المادة الغذائية. يعني لو تاريخ الصلاحية هينتهي خلال أسبوع أو اتنين، يبقى مفيش داعي أن أنا أشتري كميات كبيرة، أشتري مثلا على قد احتياج مرة أو اتنين بالكتير في هذه الفترة. لأن طبعا لما بستخدم المنتج الغذائي بعد انتهاء الصلاحية ممكن يترتب عنه أضرار صحية، يجي لي تسمم غذائي، يجي نزلة معوية، يكون في بعض الأضرار. حتى لو ما عملش ضرر صحي يعني صعب شوية، ممكن يعمل أثار جانبية تظهر عليا بعد كده. كمان بتبقى القيمة الغذائية انتهت، لأن زي ما الدكتور ذكر احنا بنحط الصلاحية طبقا لفاعلية المواد الموجودة في هذا المنتج ومدى صلاحيتها ومدى استفادة الجسم منه. فمهم جدا وانا بشتري اشتري حاجات صلاحيتها لفتره طويله. لو هشتري خضار وفاكهه، طبعا هو مش مدون عليه تاريخ الانتاج او الصلاحيه، اشتري الخضار والفاكهه مواصفات الجوده بتاعته عاليه. يعني بالعين يا دكتور، هو ده اللي انا عايز اسال حضرتك عليه. انا بشتري الخضار والفاكهه بالعين، لكن اعتقد ان الموضوع بقى يكون اخزنه ازاي، ومش بس الخضار والفاكهه، الاكل اللي بيتعمل وبيبقى عندي فائض فيه بعد ما اخلص اخزنه على طول ولا استنى شويه؟ الطريقه الصحيحه لاني احفظ بيها الاكل جوه الثلاجه. الطريقه الصحيحه طبعا كلنا بنستخدم الثلاجه والفريزر كوسيله حفظ وتخزين، بس اللي حابه اوضحه للساده المشاهدين ان الثلاجه وسيله حفظ قصيره المدى لعده ايام. يعني ما ينفعش اجيب منتج او خضار او فاكهه واسيبه ممكن فيها بالشهر، اكيد هيبوظ. الفريزر عندي هو لوسيله تخزين طويله المدى، بتمتد ممكن لسنه، واغلب الخضار والفاكهه واللحوم بنقول من 3 شهور لست شهور. خلينا كده سريعا نقول الثلاجه ممكن نخزن فيها الماكولات ازاي. عندنا الرف الاول يفضل طبعا ان احنا نحط فيه الزبادي والالبان والزبده والحاجات اللي بيكون شويه نفسها قصير، نقدر نحطها في الجزء العلوي من الثلاجه. بالنسبه للخضار المطهي اللي حضرتك سالت عليه، وطبعا اغلب السيدات عاملات دلوقتي فبتعمل الاكل لعده ايام بالظبط عشان تسهل على نفسها، عشان تسهل على نفسها، وكلنا بنلجا لده طبعا. فصلاحية الأكل المطهي في التلاجة من 3 لـ5 أيام، لأن بعد كده بتبتدي تظهر بكتيريا غير مرئية وبتتزايد. للأسف لو كلته بعد أسبوع ممكن يعمل لي مشكلة صحية. طبعا درجة التخزين طب ده ما يتخزنش في الفريزر يا دكتور؟ مطهي ممكن يتخزن في الفريزر لحوالي شهرين. بس يتخزن في الفريزر لحوالي شهرين طبعا بيتم التكييف والتعليب بشكل جيد. طيب دكتوره منال، حضرتك بتقولي ان احنا ممكن نعمل اكل ويتفضل منه ونشيل منه مثلا عشان زي ما حضرتك قلتي السيدات العاملات، فعشان يريحوا نفسهم. طيب هل الاكل اللي هيتفضل ده لازم احطه في الفريزر؟ يعني ما ينفعش يفضل في الثلاجه يومين او 3 ايام؟ وكنت بتكلم مع هدير عن الملوخيه، في شائعات طالعه بتقول ان الملوخيه بيجي فيها دود بعد يومين ولا 3 ايام لو موجوده في الثلاجه. هي دي إشاعة قوية جدا، ولكن هي الملوخية ما بيحصلش فيها أي حاجة لو مغسولة بشكل جيد من الأول. يعني برضو لو أنا غسلة الملوخية بشكل كويس جدا وحطيتها على النار للطهي ووصلت لدرجة الغليان، خلاص هي بقت سليمة. لو جميع المراحل الإعداد والتحضير ليها كانت نظيفة وسليمة، اللي بيحصل ده حضرتك بيحصل نتيجة عدم الغسيل الجيد للملوخية في بداية الأمر، فبالتالي
باجي اطبخها ما بوصلهاش لدرجه الحراره المطلوبه، فبتفضل بعض البويضات للطفيليات او الديدان موجوده، مع انخفاض درجه الحراره ووصول الوسط لدرجه الحراره الملائمه بتبتدي يحصل زي نمو وفأس لهذه البويضات فبتظهر الديدان. ده مش في الملوخيه بس على فكره، ده ممكن يحصل معايا في جميع الاطعمه نتيجه ان مراحل التحضير ما اهتمناش فيها بالنظافه ودرجه الحراره المناسبه اثناء الطهي. وده يا دكتور اللي يقول يفسر مثلا انه الناس بتقول في اكل معين لو طبخته وشلته في الثلاجه وجيت اسخنه تاني واستخدمه بلاقيه غير صالح. ده حقيقي، وكمان ممكن ده يحصل يا فندم نتيجة إن أنا شلت الأكل سخن في التلاجة. يعني لازم أسيب الأكل حوالي ساعتين أو ثلاثة بعد الطهي، درجة حرارته توصل لدرجة حرارة المكان، أبتدي أحطه وأعلبه أو أغلفه بشكل كويس جدا في التلاجة، هيقعد معايا من 3 لـ5 أيام بصورة سليمة، بشرط إن أنا برضو أغليه عند الاستخدام. كمان ما أحطش الخضار المطهي جنب الخضار النيء او جنب فراخ نيه او لحمه نيه، ده بيؤدي لانتقال البكتيريا والميكروبات من الحاجات اللي لسه ما اتغسلتش ولسه ما تعرضتش لمعامله حراريه عاليه بتنتقل للغذاء المصري. نقطه مهمه دي يا دكتور، ممكن ما نعرفهاش قوي. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور منال عز الدين الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. الحقيقه معلومات مهمه جدا، احنا يمكن زي ما بنقول كده يعني المصريين معدتهم بتهضم الزلط وبنعمل يعني تصرفات كتير الحقيقه خاطئه كلنا، لكن مهم جدا ان احنا لا نستوعب ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، ومهم جدا ان احنا نرشد الاستهلاك، لانه ترشيد الاستهلاك مش هيخلي عندنا فائض اصلا ينتهي صلاحيته.